عمتي عمتي شفتي سلطان المسكين ايش صار فيه؟ شفتي ايش صار فيه؟ هو بخير الحين. اي بخير لا تحاتين، انا بنفسي طمنت عليه واشرفت عليه كل الامور، لا تحات. مسكين طعنه وايد خطيره. سلطان هو بخير؟ اي الحمد لله، بس معطينا منوم عشان تعبان شوي. الحمد لله والشكر. انتي من متى هني؟ الساعة 7 تقريبا. رب لك الحمد والشكر. الحمد لله والشكر. فيك الحين زعلان مني؟ مو هاين علي اكذب على المسكينه هذه، واللي سويتيه هذا مو صحيح. فاتن، فاتن مسكينه؟ اي فاتن مسكينه. راشد هذا مستقبلك، وفاتن تفكيرها على قدها. نقوم نكذب عليها كذي؟ في حل ثاني؟ وبعدين مين راح اقول لها؟ صار لنا اكثر من 3 ايام وهي طايره من الفرح على التقرير اللي طلعت فيه من السحر، وبعدين ما عندها سالفة غير مجوهراتها اللي كل الديرة تتكلم عنها، واحنا كذي مرتاحين. انت اللي مرتاحة لانك رجعتي البرنامج. راشد فاتن هذه ما تصلح لك. سارة شو هالكلام هذا اللي تقولينه؟ عيب. ما علي يا راشد، فاتن انسانة سطحية وكل الدنيا عندها اكسسوارات حتى انت. لا عاد ما اسمح لك. والله تسمح ما تسمح، كلمتين وتقرقع في قلبي ومن زمان وودي أقولهم لك. فاتن تحسبك بس مثل الاكسسوار، تاخذك تكشخ فيك قدام ربعك. خلاص ما أبي أسمع شيء. لا راح تسمعني وتسمعني غصبا عنك. أنت تدري أن فاتن وايد سطحية، لو بيدي أنا اخترت لك، اخترت لك واحدة على كيفي. شو الكلام الفاضي هذا؟ راح اختار لك واحدة تحبك وتحبك صج وتعرف من هي. ولا أبي أعرف، أنا ما أعرف غير خطيبتي وأحبها هي وما أحب أحد غيرها في الدنيا. سحر. شنو؟ سحر تحبك ومستعدة تحارب كل الدنيا عشانك، وانت مو حاس فيها؟ انت اصلا الكلام معاك قلت عقل. اطلع برا اشم هوا احسن لي. انزين عادي اسالك سؤال؟ تحت امرك. يعني انت وين اهلك؟ ليش ما حد يزورك غيري؟ ايه هذا السؤال اللي بيضيق صدرك، أنا أقول بلاها. إيه بس أنا بيعرف، وبعدين ليش تضيق صدري؟ لأنك تحبين الدراما، تقدرين تطالعيني كأنك قاعد تطالعين فيلم هندي. قول عادي، تعودت على مقاسيك. عيل ذنبك على جنبك. ها، كاني أسمع أقول. أنا إنسان يتيم. زين؟ ولا عندي أحد من أهلي، كلهم ماتوا. تربيت بملجأ، كبرت، تخرجت واشتغلت، وإذا تبين تسألين عن زملائي اللي بالدوام ما أعرفهم، لأني توظفت عن طريق الإنترنت في البيت، يعني لا أهل ولا زملاء. بس إذا معتك قبل الطيح. يعني أنت وحيد و طول عمرك وحيد؟ أنا وحيد، أنا معاي أحسن ناس بهالدنيا. من هما؟ فايق وربع، أجمل وأحسن أصدقاء بالدنيا. الشقه هذه كذا صار لها ما حد دشها. 3 سنين يا فارس، 3 سنين ما حد طب الشقه هذه.
سمعوني بنات، أبيكم تنظفون الشقة مضبوط، أبيها تلق لق، فاهمين؟ أبي باكر لما يطلع سلطاني هني يلقى كل شيء نظيف، فاهمين ولا لا؟ أوكي ماما، الله شغلهم ما لك شغل فيهم أستاذة، موضوع عندي راح أخليك إياها تلق لق، كنا جديدة، شريتها جديدة. ما تقصر يا فارس، بس أنا أبيك في موضوع أهم من هذا بعد. حاضر طال عمرك، تمرين أمر. يلا يلا مشو مشو. الله يرحمك يا مبارك، الله يرحمك. والله ما كان في داعي هالتعب هذا كله، أنا مرتاح في هالفندق. شلون مرتاح؟ أنا ما أقدر أتركك بهالفندق وأنت في فترة النقاهة، صدقني راح ترتاح بالشقة هذه. طيب اسمعي، أنا اللي بدفع أجر هالشقة، يكفي العذاب اللي عذبتك إياه الأسبوع اللي فات كله. هذه ما لها أجر. شلون يعني ما لها أجر؟ ملكي الشقة. يعني ما كنت تأجرينها؟ هذه الشقة ورثها عند مبارك، وصدقني هي شقة يعني ملمومة وصغيرة وراح ترتاح فيها أكثر. اسمع كلامي، أنا ما راح أسكن ببلاش. ماشي، لما تصير زين وتطيب وترجع الشغل نشوف سالفة الأجر. كويس كذا؟ اتفقنا؟ كويس كذا طال عمرك. ما شاء الله ما شاء الله، الشقة رجعت مثل أول وأحسن، برافو عليك يا فارس، بس ناقصها شوية اكسسوارات. إيه طبعاً عمتي، مو ناسي هالشيء، وعلى فكرة ترى أنا ما أشرفت عليهم بس، لا اشتغلت بيدي، تدرين شغل الخدم هذا ما يوكل خبز. ما كان له داعي يا فارس التعب نفسك. أفا أفا يا سلطان، إيش هالحكي؟ أنت عزيز علي ترى، وموضع ثقة عند العمة مشاعل، واللي موضع ثقة عندها يعني شيء كبير عندي. شكراً لك يا فارس، ما قصرت، تفضل. حاضر. لا شكرا على واجب. يلا أنا استأذن. مع السلامة. تفضل استريح، مكان مكانك والبيت بيتك. زاد فضلك طال عمرك. الحين هذه هي الشقة البسيطة اللي تقولين عليها، مفروشة ومؤثثة، من كان ساكن فيها؟ في داخلك ألم كبير. نعم. حرام ما تكونين سعيدة، والحزن هذا كثير عليك. لا لا، الظاهر الطعنة كانت في راسك. أستاذ نصيحة، عيش يومك وانسي آلامك وتصالحي مع بناتك مهما كان السبب، اليوم اللي يروح لا يمكن يتعوض. عموما شوف، إذا بغيت أي شيء يعني تقدر تتصل فيني أنا أو فارس، وبعدين لا تداوم، خلك مرتاح، والوجبات اللي تبيها توصل لك هني. الله يكثر خيرك، هذا واجد علي. ليش؟ أنت اللي سويته شوية. الله يطول عمرك ويكثر من أمثالك. الله يكثر من أمثالك أنت، أنت اللي ما قصرت معنا. تبي الصج؟ أنت من دخلت حياتي دخل الأمان معك، سبحان رب العالمين، الله أرسلك لنا أمن وأمان. عفوا لو سمحتي. أهلين. لو سمحتي طلال لي غرفته هني بالزاوية غيرها. لا طلال طلع من المشفى. وين راح؟ أكيد راح بيتهم. شلون يطلع ما يقول لي؟ نعم. سوري ولا شيء. ترك لك ظرف. شكرا. تنازل عن حقي في الحادث.
كان لقاؤنا قدرا وصار فراقنا قدرا. لا تبحثي عني فلن تجدينني أبدا، ولكن ليكن عزائك أنك منحتني أجمل الساعات التي عشتها على هذه الأرض. تركت لك كلمات فائق ذكرى وعزاء وداعاً.